طبعا لاني ما جهزتش، فكنت كاتب شيء هيك على البنات في الصفة عامة. كويس، فنبدأ. أجل، هي تلك الفتاة التي لا تؤمن بالحب، لم تتعايشه ولم تشعر به قط. هي من تدرك أن الحب الحقيقي فقط لأبطال الأفلام والروايات، أو أنه لا مكان للعلاقات العاطفية بحياتها، كما أنها لا تصلح لها أيضا، لا تكترث للعلاقات العابرة قصيرة الأمد، لا تغريها الشكليات ولا تفتن بالمظاهر، بل دائما تسعى لاكتشاف ما يقبع خلفها.